أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، وفقرة يمكن بتهم كل السيدات وربات البيوت اللي عم يتابعونا. أكيد نور، أي حدا بقلب بيته بيتمنى هي المساحة تكون مختلفة بكل شيء، مهما كانت بيوتنا صغيرة بنطمح أنه يكون هذا البيت له مكان مختلف، له ألوان مريحة. بفقرتنا لليوم عن طبعا الديكور رح نحكي كيف ممكن يكون الديكور المنزلي من خلال استخدام ألوان طبعا الجدران أفضل، شو هي الألوان المثالية حسب طبعا المساحات، مين مساحته أفضل من مين، كيف بيستخدم هاي الألوان، كثير من هاي التفاصيل رح تدلنا عليها طبعا بشكل مزبوط ضيفتنا مهندسة الديكور نور عيسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح. بالبداية يمكن نحن الألوان المتعودين عليها الأبيض، يعني بتشوفي دائما ألوان البيت يا أبيض يا بتحسي سكري. لما بدنا نقول إنه أنا بدي أدهن بيت جديد أو أنتقل على بيتي أو غير لون الطلاء، شو الألوان المناسبة وقديش يمكن بتأثر هي الألوان على نفسيتنا؟ يمكن نحن الألوان البيضاء أو السكري مرتبطة بالذاكرة، لأنه كل البيوت القديمة كانت الألوان بشكل عام ما في تجديد للألوان، هي نفس الألوان. هلا الالوان الغالبيه البيوت عم بتروح على الالوان البيجي، لانه الغالبيه بيحطوا ببيوتهم الفرش على بني وهيك، فهذا اللون بيلبق معه. هلا ليه نحن بنروح للالوان البيج الابيض هدول الفواتح كلياتها؟ لانه هي اول شيء جدران مساحاتها كثير كبيره، فبتاخذ كميه كثير كبيره من نحن يعني من نظر تبعنا ونحن عم نتفرج عليها، فلهيك لازم تكون الالوان تبعتها كثير مريحه لما نتفرج نحس بالراحة ما نكون متضايقين منها، لهيك نحن بنحب هي الألوان دائما بنروح عليها، بغض النظر عن دراسة الألوان وتأثيرها على نفسيتنا، نحن لا إراديا بنختارها، بس هذا الشيء صح صحيح. ما إنه شيء غلط أبدا. أكيد، طيب نور خلينا نحكي بتفاصيل أكثر، اليوم معنا نماذج يمكن، هلا هي يمكن أول شيء أي حدا بيتوجه لعندك عنده بيت بتفرجيه خليني أقول الألوان الكتالوج مثل ما بيقولوا، في عنا مجموعة ألوان، في شيء بنقول عنه هاي ألوان السنة، في شيء بنقول عنه هاي الألوان اللي بتنفع لبيتك أكثر، طبعا بعد ما أنت تشوفي المساحة وتشوفي الديكور بشكل عام. خلينا نشوف بعض النماذج، كيفية الاختيار كيف بتتم، المعايير اللي بتحطيها، يعني أنا اليوم مثلا رح أقول لك بيتي صغير، فشو أول معيار تتوجهي معي فيه لا اختيار الوان جدران المنزل؟ هلا نحن اول شيء لما بدنا نختار الالوان اهم شيء ما تكون يعني بس انه والله فتحنا هذا البروشور وقررنا انه ننقي منه لون، هذا الشيء كثير غلط. لازم هذا الشيء اللي بيساوي الاغلبيه لا، لازم المفروض نحن او قبل ما نمسك هذا نعرف شو الوان البيت تبعتنا، يعني نحن شو الفرش تبعنا، فرضا نحن رايحين على حاطين فرش اصفر او حاطين فرش بني او يلي هو بغض النظر، فنحن هون هدول الباليت الالوان كلياتها بنختار من الدرجه اللي بتناسب عنا. هلا نحن كمهندسين ديكور شغلتنا دائما لما صاحب البيت او الزبون او الشخص اللي بيجي لعنا يسالنا عن اللون نصمم له اياه ونفرجيه 3D، بنطبق له نفس درجه اللون اللي مكتوب على البروشور تمام قبل ما يبلش. يعني اول شيء التكلفه هي كثير كبيره، مده يعني اللون على كل البيت، واخر شيء يطلع اللون مثلا ما بيتناسق مع الفرش تبعه، فلا الافضل نحن انه نختار من البروشور نفس الرقم نحطه ونطبقه وهو يختار يشوف اذا بيناسب او لا. في عندنا هذا البروشور كمان فيه كميه الوان كثير كبيره. هون دائما بيجيني سؤال هيك وقت بشوف طبعا هاي الالوان، انه في درجه بتفرق عن درجه تكه صغيره آه. طب هي رح تطلع واضحه فعلا على الجدار ولا لا؟ او مثلا الاحمر احمر ازرق ازرق، يعني لا شو فرقت هي عن هي عن هي؟ نحن كل درجه لون بتفرق نقطه صغيره عن الثانيه، مثل ما انت حكيتي ممكن نضيف له مثلا للاحمر أبيض. نقطه ابيض نقطة هي، يعني بنلعب بدرجه اللون بغض النظر عن غمقته وفتحته، لا حتى درجته شو هي بتكون بالضبط. لهيك نحن عاده لما نغير درجه واحده بالالوان الحيطان بتفرق عنا بالبيت بدون نحن ما نحس، بس هي كثير شغله بتبين. لهيك حتى في الوان نحن بنطبقها على الكمبيوتر بقلب شركه الدهانات، بنكون بدنا لون معين ما عم نقدر نوصل له من قلب هالبروشور، فهن بالشركه بيخلطوا لنا اياهم على الكمبيوتر ودغري بيطلع اللون اللي بدنا اياه. طيب نور قديش الالوان كمان بتاثر بمساحه البيت؟ يعني اذا بدنا نقول بيت في مساحات كبيره وبيت في مساحات صغيره، اللونيه قديش بتلعب دور انا كيف فيني اوزع مساحه البيت بشكل صحيح؟
اللون كتير بيلعب دور، لهيك انا دائما بنصح البيوت الصغيره نبعد عن الالوان الغامقه فيها، يعني لانه نحن دائما لما يكون اللون غامق، اذا فرض حطينا الحيطان غامقه بتحسي الحيطان ضيقه كتير عليكي صارت، او السقف اذا ما كان عالي دهناه بلون غامق كمان بنحس صوته شوي. واحيانا في عالم انا بشوفها دائما هي بتوقع بهالغلط، اللي هي السقف بتحطه لونين، يعني بتدمج لونين بقلب بعض، بيكون طبقتين مثلا السقف بتحط هدول اللونين، هذا الشيء ابدا ما انه مريح كانعكاس اللون، عفوا الضوء عليه اذا كان هو LED عم بينعكس عليه بتبين المشاكل اللي بالسقف اكثر، فانا ما بنصح بهذا الشيء ابدا، بالعكس لازم تكون لون واحد بسيط. حتى في عنا مو مع اللون الواحد، هلا عم نشوف بالموضه الاخيره عم تشوفي لون بس في بعض التفاصيل الفنيه داخل اللون، مع ولا لا؟ خصوصا بغرفه الاولاد يعني ما بتشوفي مثلا اللون ساده كله، لا في تفاصيل تدخل، او بتشوفي الصالون في شيء مختلف باللونيه. هلا انا ماني مع انه نحن بقلب اللون نفسه نقعد نعمل تفاصيل هيك بتعجق، لانه نحن لسه في عنا الاكسسوارات تبع الغرفه، في عنا الفرش تبع الغرفه، في عنا كتير ديتيلز لسه عم نفوت فيها، ما وقفت هي بس على اللون، بس بنفس الوقت فينا نحن اذا حابين هذا الشيء في عنا احتمال مو الدهان يكون هو ورق الجدران، في عنا مشكله كتير كبيره نحن بالبلد، بنقدر نختار بالضبط نحن شو اللي حابين في اذا حبينا هذا الاتجاه. طيب كمان خلينا نحكي نور عن تفصيله من التفاصيل، واللي هي انه بعض البيوت او الغرف بيكون فيها كتير مثل ما بنعرف مثلا اكثر من عمود او اكثر من جدار استنادي بقلب الغرفه، فبيخلي مثلا خليني اقول بيقسم، بيصير بيدور يعني بيبين انه هذا العمود خليني اعطيه لون بارز استفيد منه، ما خلي هيك، خليني اعطي لهذا الحيط مثلا جزء من الالوان. هذا الدمج ميكس بالالوان بنفس الغرفه شو اساسياته؟ ايمت بعمله صح بيعطيني شكل حلو؟ وشو المحاذير اللي انا لا بهي الغرفه حتى لو في عندي عواميد ما لازم لون؟ مثل ما انت حكيتي هذا اكبر غلط العالم تعمله، هي بتقول انه انا بدي اعمل مثل كونتراست بالغرفه، بدي احاول احرك فيها العمود او العضاضه نحن بنسميها، هي ما شيء غلط وجودها بقلب الغرفه، بس هي بتاكل من المساحه كثير، فانا بدل ما احاول ما خليها تبين اكثر، هي حتبين بس يعني مو اظهرها بشكل كثير قوي، بروح ما بعطيها لون غامق، بالعكس بعطيها لون فاتح لحتى ما ابرزها اكثر وخليها تبين. إذا نحن حابين نبرز شيء فينا بالإنارة نحن نشتغل على العمود، نعطيه شوية إنارة هيك نبرزه بطريقة حلوة ما أنا مزعجة، بينما اللون إذا عطيناه لون غامق أو بارز أو غير ألوان الغرفة، أول شيء نحن رح نفوت على الغرفة رح نطلع بهاي العضاضة، فلا أنا ضد هذا الشيء، نضل على الألوان السادة لكل الحيطان. ممكن حيط واحد إذا عنا كبير حلو عليه الصوفة أو شيء ممكن هاد نعطيه لون غامق مثلا لحتى يعمل كونتراست بينه وبين الصوفة إذا كان لونه فاتح هي مثلا، بس لا ما افضل ابدا العضايد نعطيها لون غامق. هي الفكره سالتها لانه يمكن كنت عم شوف صور ونحن عم نحكي عم شوف صور من شغلك، خلينا نحكي شوي عن الاسلوب اللي اعتمدتيه، اذا في مجال بس نثبت الصوره لنقدر نحكي عليها، نحكي شوي عن الاسلوب اللي استخدمتيه بهي التصاميم وباستخدام الالوان. هلا اذا كنا عم نحكي على هدول الصور هون انا استخدمت كل الوان ساده لكل الغرفه، ما اشتغلت فيها ابدا ولا ظهر التخت، مش اعمل هيك بس شويه حركه بالغرفه وكونتراست، عملت اللون الخشب ايوه هذا الخشب مع التنجيده بالحيط لحتى بس اعمل شويه حركه وليتناسق الخشب، حتى مع البرادي مع الفرش كله اعطيتيه روح واحده. تمام يعني مثلا هون بتلاقي بالصوره الحيط فاتح بس الصوفة هي رمادي اغمق منه، عملت هذا الكونتراست والتباين اللي نحن بحاجته بهي الغرفه مثلا. هذا الحيط ملبس ورق جدران لون نيلي غامق، جبنا مثلا نحن بعدين التخوت لون البني الفاتح، فيعني عملت هي التباين اللي نحن بدنا اياه. بس يمكن نور اغلب التصميمات او اغلب ميول الناس للالوان يمكن اللي متعودين عليها هي مشتقات البني، الالوان الساده الخشبيه، ما كثير بنشوف في جرأه انه مودرن اكثر، يعني يمكن هي الستايلات بنشوفها خارج بلدنا، بس بتلاقي دائما الميول يعني بعموم البيوت لهي الالوان. عم تشوفي في تغيير يعني نوعا ما لألوان شوي أفتح؟ في عالم عم تتجرأ نوعا ما ولا تلاقيهم لا بس حبيسة غرفة الأولاد والباب مسكر ما في حدا بشوف؟ هلا نحن ليه الألوان كلها عم تروح على البيجي والبناني؟ لأنه نحن البيوت القديمة أساسا هيك، هلا كلها يعني هي متعلقة بذاكرتنا تفاصيلنا كل الألوان الملك الألماسي هذا أساسي بكل البيوت كان. بس هلا البيوت الأغلبية عم بيروحوا عكس هذا اللون تماما، هو الأبيض والرمادي، يعني
كثير الابيض هلا حتى بفرش البيت عم يدخل، يعني عم تفوتي تشوفي احيانا الابيض حتى مع فرش البيت عم يروحوا نحو البياض، يعني مع انه والله كثير انا بحسه بيتوسخ زياده لكن انا يعني بعزب زياده، يعني على الاقل غرفه القعده اللي هي فيها قعده فتره طويله حرام ابيض، يعني تهلك ست البيت والله يعني. هلا انا اغلب الزباين هيك بيفكروا مثلك بالضبط انه الابيض صعب التنظيف وهيك، ما هي الفكره انه نحن فرضا اذا كانت الصوفه لونها ابيض في قماش وضد المي ضد الحبر ضد هي، يعني صارت الالوان نحن نختارها فاتحه صارت امر كثير سهل، ما عاد بنعتل هم بس كمان تكلفته اعلى، يعني كمان اذا بدنا نقارن بالسوق اليوم اللي عم يجي فيه هي الميزات انه اذا وقعت كاسه مي بتعملي هيك تطلع الحبيبات لوحدها كمان هالتكلفته غير القماش. بتصدقي انه لا صارت تكلفه القماش العادي هي نفس الشيء مع ميزات هذا النوع من القماش، لهيك انا دائما لما بينزلوا نفس الحكي بيقولوا انه لا ما بدنا نفوت بهي التكلفه العاليه، بس هي صارت توازي مع غلاء الاسعار ايه التكلفه الاساسيه الحقيقيه ايه هي تماماً النقطه يعني كمان، فهي بس هي الشغله انا دائما بوضحها انه لا هي ابدا ما في فرق بالتكلفه، هي نفس التكلفه تماما بس العالم لسه ما عنده معرفه فيها، فلهيك الغالبيه بيروحوا على الالوان الغامقه الالوان اللي بخافوا من الالوان الفاتحه، بالعكس انا بشجع عليها كثير لهي الالوان بس بشرط مثل ما انت حكيتي ايه انه سلمى شو راح يكون لون بيتك؟ مين انا الاساسيه هلا انا بحب الاورانج بحب التركواز بحب هي الالوان الفرحه يعني. طيب بالختام نور لكل الصبايا والسيدات المقبلين على الزواج مثل ست سلمى شو الالوان اللي بتنصحيهم فعلا ياخذوها اساسيه بالبيوت؟ مثل ما حكينا نحن اذا بدهم يختاروا الوان يختاروا الوان على حسب الفرش، او اذا نحن قررنا الالوان بالبدايه ان كانت الوان فاتحه او كانت الوان حياديه تكون الفرش فيه كونتراست، يعني نلعب هي في عندنا شغله نحن لازم ننتبه عليها اللي هي بالدهان، في عندنا دهان مت في عندنا دهان ربع لمعه في دهان نص لمعه او لامعه على حسب شو الزبون بفضل، انا دائما بنصح انه للاسف تكون يا مت يا اما ربع لمعه لانه على الاناره بتصير بتبين المشاكل اللي فيها اذا فيها رهوجه او اي شيء، نفس الشيء بالنسبه للحيطان، لهيك نحن وقت بندهن الحيطان بنوجه عليه اناره لنكشف العيوب اللي فيها، لهيك كمان هي ضروري نقطه كثير ننتبه عليها، يعني العالم وقت بتروح بدها تدهن بيتها دغري بتروح بتختار اللون وخلص، لا في هي التفاصيل الصغيره لازم نعرفها نحن لحتى نتفادى المشاكل وين ما يجي عليها اناره. اكيد بختام حديثنا بدنا نشكرك اكيد مهندسه الديكور نور عيسى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يكون كل مشاهدينا استفادوا من فقرتنا لليوم عن الديكور والوان الجدران بالمنزل. نتشكرك نور، اتمنى لك التوفيق بخطواتك المهنيه القادمه.